رؤية الفتيات للمستقبل شعار وضع للاحتفال باليوم العالمي للفتاة دورة العام 2024 الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة، إذ يحتفل به في 11 من أكتوبر من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات وحماية حقوقهن وتوفير الحياة الكريمة لهن. وعليه شرعت الحكومة عبر وزارة المرأة وحماية الطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف للاحتفال بهذا اليوم، وذلك بمشاركة الفتيات من بعض ولايات البلاد عبر تقنية الفيديو، حيث قدموا توصيات للحكومة بضرورة تقديم المنح الدراسية للفتيات وتسهيل عملية التعليم لهن ومنع زواج القاصرات وتوعية أولياء الأمور السماح للفتيات مواصلة تعليمهن وتقديم الدعم لهن عبر القروض الصغيرة. ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة مارسيل واترا قال إن هذا اليوم جاء للدفاع عن حقوق الفتيات ورفع التحديات الماثلة أمامهن، وأضاف بأن الفتيات هن الفئة الأكثر عرضة للخطر، مشيدا بجهود الحكومة التي تسعى دوما للدفاع عن حقوق الفتيات. وزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو أشارت إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم. دورو أن باكر بناتنا يجو مش الأوين القرو ويلقو يشلو ديسيزيون أنا بلادهم دا ننتم أوبرتونيتي أنا تربية عشان دا غوفرنمان أسا هاجينا أنا سينكيام ريبوبليك في ليدرشيب وفي فيزيون إكليري أنا رئيس مخامة إدريس ديبي إتنو شالا ديسيزيون فار أسا اليوم بنات نيجيو باك السنة فكلهم يونيفرسيتي ما إنستيتيو بوبليك دول يمشو يقولوا بلاغوس ليش شنو شغل لسو يدورو بنات أنا تشاد الاندوم غورس والما اندوم غورس كلهم يلقوا اوبورتونيتي يغرو. واضافت بان هذا اليوم فرصه ثانيه لمناقشه التحديات والعقبات التي تواجه الفتيات والمتمثله في التعليم والصحه والزواج المبكر، وان الحكومه ملتزمه بشكل هازم للسير نحو مستقبل افضل للفتيات وتعمل من اجل تحقيق العداله الشامله.